السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله. في الواقع إن في أصناف من الشعب الروسي بيبقى عندهم خبرات في الكافيهات مثلا، يعني يقول لك مثلا الكافيه ده كويس أسعاره كذا، او الكافيه ده كويس بس غالي شويه، او الكافيه ده في المكان الفلاني مكان استراتيجي، هو اي نعم القهوه بتاعته مش حلوه قوي بس القعده حلوه والمكان نفسه استراتيجي نوصله بسهوله جنب الشغل او حاجه. ففي ناس بتبقى مجربه كافيهات كتير، ففي الواقع انا ببقى امام الناس دي بحترمهم جدا، يعني لعلهم القبعه كده احتراما. احد اصدقائي وهو يتميز بهذا الشكل يعني كنت فنديد بيتر، وقال لي تعالى نقعد كذا. وعنده على فكره ميزه كويسه جدا، ان بيقول لك سعر القهوه هو حافظ، يقول لك اللاتيه بكذا والمش عارف ايه. اقول له انا ما بشربش قهوه اصلا، يعني قال لي لا انا متعود يعني اصحابي اسالهم اقول لهم بصوا انا اقعد في كافيه كذا عشان يعمل حساب وصي على الدفع لو هو مش هو اللي عازم. يعني بيقول لك مثلا ايه المكان ده كويس بس عنده مثلا القهوه بكذا والشاي بكذا والايس كريم او الميلك شيك الحاجات اللي بتتشرب يعني المشهوره ده بكذا، ده سعره مثلا 150 ل 210. التاني ده كويس وجامد جدا بس سعره غالي شويه ب 400 او 390 روبل. بيقول لك الاسعار التقريبيه اللي هو حافظها فعلا عن ظهر قلب، فبيظبطك قبل ما تروح المكان. فدي حاجه بلس حلوه، يا ريت حضرتك تمتاز بهذا الموضوع، اعرف الاسعار قبل ما تروح اي مكان او قبل ما تعزم اي حد. دي برضو حته مهمه، لان يبقى عندك خريطه بالكافيهات فعارف كل كافيه في كل منطقه الحته الكويسه فين، لان معظم العرب للاسف لما بيجي يوعد واحده هيتجوزها او اي حتى اصحابه بيقعدوا يلفلفوا مش لاقيين حته معينه يقعدوا فيها، فبيبقى في شويه لخبطه وتضييع وقت في القصه دي. فياريت يبقى عندك الخبره بتاعه، لان الحاجات دي موجوده على الانترنت على فكره، مش لازم تقعد في الكافيه، تعرف كل الكافيهات اللي في المنطقه واعرف الحاجات اللي الناس بتشربها عموما او اللي حضرتك بتحب تشربها اسعارها ايه. فالمهم دي خبره، ده الجزء الاول من الحلقه، خبره كويسه احب ان حضرتك تتعلمها لانها هتفيدك كتير في المستقبل وهتوفر عليك وقت ومجهود وفلوس. الحاجه الثانيه بقى، صديقي ده نعم في الميزه دي ولكن عنده عيب كده صغير، وهو ده النص الثاني او جزء ثاني من الحلقه. العيب ده ان هو اما حد بيديله ميعاد وما يجيش في الميعاد يتضايق قوي ويقعد يكلمه يقول له بص انا، يقول لي انا نظامي كده، اقول له الساعه مثلا ميعادنا 7، اكلمه اول مره يقول لك انا في الطريق، اكلمه تاني مره يقول لي انا قربت بس اصل زحمه ومش عارف ايه. فبيقول ثالث مره ما بكلموش، ببعت له على الواتساب ولا الماسنجر اقول له بص قدامك 5 دقايق، قال لي من 5 ل 10 دقايق، قال لي 5 او 10 دقايق وهمشي مش هتلاقيني. يعني تيجي الراجل وقف في الزحمه وساء وتبهدل في الطين وفي المطر وفي التلج وبتاع، وفي الاخر وصل لك متاخر 3 دقايق كنت انت مشيت مثلا يعني. فقال لي انا كده، قال لي انا نظامي كده. فطبعا المكالمتين اللي بيعملهم دول بيكهربوا الواحد قوي. طبعا انا الحمد لله ما حصلتش معايا لان انا من الناس اللي بتلتزم بمواعيدها. يعني هديكم مثال، مثلا ما كنت في مصر جيت قابلت حد اول مره قابله، يعني تعرفنا بظروف معينه كده اونلاين وقررنا نتقابل، كان هو في مصر وانا جيت مصر وبتاع، فهنتقابل. اتقابلنا يجي 4 مرات، في ال4 مرات جه متاخر، منهم مره اتاخر يجي ساعه وتلت، حاجه كده خيال علمي. فانت بتاخد انديكيشن عن الشخص ده حاجتين من غير ما نجرح في حد، بس ايه اللي هو الشخص ده شويه اهمال في الحياه. الحاجه الثانيه في حكايه خبره المواصلات والحاجات دي مش حلوه قوي او مش تمام عنده قوي. فبتعرف يعني مميزات التاخير عن المواعيد او ان تكرار التاخير عن المواعيد بتديك انديكيشنز عن شخصيه اللي قدامك، ان الموضوع ده ما حصلش مره واثنين، لا ده 3 و4 و5 يعني. واذا كملنا في الحياه يعني ان شاء الله ربنا يديكم طول العمر هتلاقوا حاجات كتير اكتر مع كل مره الشخص ده بيتاخر فيها. فالمهم الراجل ده كان منتظر مراته، علشان بعد ما هو قاعد معايا المفروض مراته هتيجي، هي اللي معاها العربيه وهيروحوا مع بعض، فالمفروض هي بتيجي هتيجي في ميعاد وبعد كده يمشي. فالمهم عمال يكلمها ولها، وجي بقى المكالمه الثالثه دي بقى عشان مراته بيكلمها مش بعت لها رساله. المكالمه الثالثه قال لها بصي بعد 5 دقائق
هودع صاحبي واروح انا بنفسي بتاكسي، انت بقى روحي مع نفسك بقى. وهي كانت المفروض رايحه له الحته الشماليه وبعد كده هيروحوا البيت في الحته الجنوبيه، يعني مشوار ابن لذينه جايه له، وبعد من بعد شغلها هتروح له، وانا هو قاعدين في الشمال، وبعد كده هم ساكنين في براسبكت فيتيرانوف في الجنوب. فطبعا هتاخد المشوار ده كله لوحدها، وكانت الدنيا تلج وبتاع والشوارع صعبه. فالمهم ايه، بعد ما قال لها 5 دقايق وبتاع، قلت له يا عم بالراحه الاحسن، يعني ليه تكربجها، ليه ترعبها، ليه تزعلها. ما جاش في بالي يعني حاجه وحشه يعني، بس المهم الحاجه وحشه حصلت. مراته اما قال لها كده بعدها على طول عملت حادثه، خبطت في حد وبتاع ووقفت وعطلت بقى، وهو قال لي يلا امشي امشي وبتاع، وبيلم حاجته ويلا نحاسب. هي مش جايه بقى خالص. قلت له ما بعتت لك صوره، قالت لك انا قربت خلاص وواقفه في الاشاره الفلانيه، في ايه؟ قال لي لا يلا نمشي. المهم جايين نمشي، اتصلت بيه قالت له الحقني انا في الحته اللي وريتك الصوره، بعد ما طلعت من الاشاره خبطت. فطبعا ده درس ليه هو. طبعا رحنا لها بقى ونشوف المشكله ايه وبتاع. طبعا هنا التامين بيشيل كل حاجه، مش دي المشكله، ولكن بقى العربيه ما بتتحركش. فيعني كان ليله صعبه يعني، مش عايز اعكنن عليكم بيها، ولكن هو ده الموضوع الثاني اللي عايز اقول لكم عليه. هو مين الاهم، موعد المقابله او الموعد اللي التزمت بيه مع الناس، ولا الناس نفسهم؟ تاني، مين اهم، مراتك اللي اديتها الميعاد ولا الميعاد نفسه؟ طبعا مراتك. انت اما بتبقى رايح مشوار وعامل حسابك انها هياخد ساعه، وانت عاده بتاخده بالعربيه في نص ساعه، بس انت مدي نص ساعه احتياطي زياده، جات ظروف في الطريق عطلتك، الموضوع خد ساعه ونص، الدنيا طارت. بالنسبه لبعض الاشخاص الدنيا طارت، ايه ده ازاي اتاخر عليا نص ساعه؟ ماشي، ما في ناس يقول لك ازاي واحد يتاخر عليك مره واثنين وثلاثه وتقابله الرابعه، المفروض تقطع معاه، في ناس كده دماغها كده. لا يا عم، يتاخر عليا 5 6 مرات، بس انا كل مره بتعلم حاجه عن شخصيه هذا الشخص. ممكن حاجات ما تاثرش عليا، ولكن تاثر على المجتمع مثلا، فالراجل ده صدقته بيا ممكن مش هتاثر عليا، ما فيش مشكله، ولكن انا بنظر نظره مجتمعيه. الراجل ده مضر للمجتمع مثلا، فبطل اعرفه يعني، او نقلل علاقتنا مع بعض. لكن لو الموضوع ده مش مؤثر لا على المجتمع ولا عليا، خلاص ممكن نفضل اصحاب، وابقى بعد كده بقى هو انا ادي له ميعاد، وابقى انا عامل حسابي ان انا هاجي بعديه بساعه، علشان هو هيجي بعد ساعه وثلث، فيعني خلي التاخير ثلث ساعه بدل ساعه وثلث. المهم، فهي دي الدرس بتاع او الدرسين بتوع النهارده اللي انا وحضراتكم بنتعلمهم مع بعض. لازم تبقى عارف الشخص ده متعود يتاخر ولا لا، ولا دي ظروف، وهل بتقدر تقدر الظروف؟ هل الشخص اللي بيسوق ده وجايين لك من اخر الدنيا اهم ولا الميعاد؟ اعتقد الشخص اهم من اي ميعاد. الشخص اللي حضرتك منتظره او هتقابله اهم من اي ميعاد، حتى لو حد بتقابله للمره الاولى. ليه بقى بقول لك الكلام ده؟ لان الشخص ده حضرتك لسه لم تعهد عليه التاخير. ثانيا، ممكن الراجل ده جايب اخره عشان يوصل لك، فبعد ما يوصل لك تقول له لا معلش امشي، ده مهينه قوي، ده انت ممكن تاخد فيها ذنب كبير. يقول لك اصل قاطعني قاعد وبتاع ده. طب انت قاعد في مكان وكويس وكل حاجه وبتشرب الشاي بتاعك، بينما الراجل متبهدل في الشوارع، انت مش عارف ظروف الشوارع عامله ازاي، ايه معاه؟ هل هو واقف مثلا بيتسامر مع اصحابه ونسيك؟ دي حاجه. هل هو مثلا قال لك انا جاي في تاكسي وهو ضحك عليك وراح في الميكروباص والتوك توك وتشعبط وبتاع ده، فجالك في 7 ساعات بدل ما يجي في نص ساعه؟ ممكن ظروفه الماديه، هنعمل ايه؟ ممكن الراجل مثلا وهو في الطريق مراته كلمته عكننت عليه، فالراجل وقف يتكلم في التليفون علشان الشبكه، وما رضيش ينزل المترو علشان ما يقطعش الشبكه، لان مراته اهم من ميعادك، معلش يعني. فهل هتتقبل الحاجات دي؟ هل في حاجات ما نتقبلهاش؟ في حاجات ما نتقبلهاش، ان حد يكون بيتسامر ولا بيضيع وقت، ولا قال لك انا راكب طياره وهو راكب توك توك او راكب رجليه وجاي لك 7 كيلو مشي. طب قول لي انك جاي 7 كيلو مشي وبتاع ده، ما تتكسفش، ما تتزوقش قدامي، ما انت هتيجي تتهان لانك اتاخرت عليا، لان مش انا يعني، ممكن حد تاني اللي مستنيك هيبهدلك هيغسلك ويقول لك ازاي اتاخر عليا ده كله، ما لما انت جاي لي في طياره يعني. المهم، فهم دول الدرسين، اللي هو موضوع الاهم الميعاد ولا الشخص. الحاجه الثانيه او الحاجه الاولى اللي قلناها في الاول يعني، او ثاني نصيحه النهارده، معلومات الكافيهات عندك ولا لا؟
الاسعار، المكان مناسب ولا لا، في حتت مثلا ناس تنبهر كده ده المكان ده جميل جدا ده شكله غالي فما يخشوش طول عمره، ولو حد عزمه فيه يتكسف ويعتذر يقول له لا لا معلش مش هقدر اجي النهارده وبتاع، اصل ظروف، اصل عندنا البيت بيتهدف، كل ده عشان خايف يدفع 300 400 روبل في مشروب. واصلا المكان ده لو دخلته تكتشف ان في المنيو المشروب ده ب 180 ولا ب 210، يعني نص الثمن اللي حضرتك مرعوب منه. يقول لك ايه ده، ده لو كنا نعلم ما كنا مكثنا في الذل الرهيب ده طول السنين، على راي يعني الجن في عهد سيدنا سليمان. فحضرتك العلم والثقافه منها او شق منها هو معرفه الكافيهات والمطاعم واسعارها واسعار المشروبات، فالجزء ده هيخدمك كتير قوي في الحياه لنفسك ولاسرتك في المستقبل. كلامي يا رب يكون واضح ومفيد وان شاء الله يخدمك في حياتك بشكل كبير وواسع وننال ثواب احنا الاثنين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير في حفظ الله، السلام عليكم.